اعمل دلوقتي سلطه البنجر. المكونات: جرجير، نعناع، بصل، جبنه بيضه، ليمون، ثوم، خل، بنجر مسلوق، سماق، وعين جمل. وطبعا هعمل دريسنج بزيت الزيتون والملح. ملح، فلفل، زيت زيتون، معلقتين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهحط السماق كمان والثوم. وعشان درجة لزوجة الصوص تزيد هحط الخل والليمون هنا. كده الدريسنج جاهز على التقليب. انا بصراحه ما بحبش اقطع الجرجير خالص، بحب الجرجير يبقى ورق كده عشان الواحد ياكل براحته. والنعناع سليم زي ما هو. من احلى الحاجات النعناع ده في السلطه، بيخلي فيه فريشنس كده، بيخلي فيه زي تحس بحاجه طازه طازه قوي، ويعني بينور البق. هاخد البصله هاخد نص بصله بس وهقطعها نص حلقه، يعني رفيع على قد ما نقدر. خلي بال حضراتكم بقى البنجر بالذات الستات عشان الضوافر والكلام ده، يعني نحاول نتعامل معاه بالشوكه والسكينه او بجلافز. انا ما بعرفش استعمل جلافز، بحس ان انا مش متمكن من الحاجه، فدايما بستعمل شوكه وسكينه عشان اقدر اقطع البنجر. سهل قوي، لو حاطينه في بوله كده حطوا الشوكه فيه كله بالطول، هيطلع كله مره واحده معاكم كده. واحد، اتنين، مفيش اسهل من كده. كده البنجر اتقطع. واحد، اتنين، هو بس عشان لونه بيمسك في الايدين، بيمسك في اي حاجه. نظهر البصل كمان. خلاص هاخد بقى الجبنة بالشوكة كده، هاخد كام حتة. واحد، يعني حوالي 3 4 قطع كده كفايه. واقلب الدريسنج دايما قبل التقديم. نفضل نقلب فيه كويس، اي حاجه كده مكلكعه، اي حاجه ماسكه، كل ما بنقلب الزيت بيبتدي اللزوجه بتاعته بتعلى، فبيقدر ايه يمسك على كل حته في السلطه، او كل يعني قطعة خضار في السلطة.